سئل الإمام الرضا عليه السلام: يا ابن رسول الله، لما خلق الله عز وجل الخلق على أنواع شتى ولم يخلقه نوعا واحدا؟ فقال: لئلا يقع في الأوهام أنه عاجز، فلا تقع صورة في وهم ملحد إلا وقد خلق الله عز وجل عليها خلقا. ولا يقول قائل: هل يقدر الله عز وجل على أن يخلق على صورة كذا وكذا؟ إلا وجد ذلك في خلقه تبارك وتعالى، فيعلم بالنظر إلى أنواع خلقه أنه على كل شيء قدير.